15 يناير يوم تاريخي، تاريخ المغرب، هو يوم تسليم وثيقة الاستقلال من أجل بطبيعة الحال الحصول على الاستقلال ديال المغرب. وقعوا عليها مجموعة ديال الناس مهمين في السلطة آنذاك. واش نقول لك، هي مناسبة ما عمري سمعت بها، كذب عليك صراحة، ولكن من تيقول لك تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، يعني ما عنديش شي بها شي علم كبير ولا شي إفادة ولا شي حاجة. نتمنى أنهم هذا الشيء يدرسوه لأولادنا، أما حنا كبرنا مشينا لذاك الشيء، على هذا الشيء هذا مشينا عليه يدرسوه لأولادنا ويعرفوهم بالتاريخ ديال بلادهم. 11 يناير هذا عيد وطني، عيد وطني ديال 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 الوثيقة ديال الاستقلال ديالنا، ديال البلاد ديالنا، وحنا فرحانين بها وكل شيء فرحان بها. وهذه مسائل اللي انترس كاع الشباب وكاع الناس، تقريبا كل شيء الشعب خصو يكون كيعرفها. غدا لو 11 جانفي عارف عليه، نورمالمون كيكون فيغي، ما كنلقايا لا خدمه، تسلي عارف عليه. الذكرى ديال 11 يناير ذكرى غاليه على الشعب المغربي، تتفكرنا بالحقوق ديالنا اللي استرجعنا اللي كانت مسلوبه، و وتنفتخروا بهذه الذكرى، وتنفتخروا بجميع الذكريات الوطنيه، وتنفتخروا بهذا البلد صراحه، بحكم الحب ديال هذا البلد تنفرح بجميع الذكريات، وتنتمنى الذكريات تلقانا ديما من الافضل الى الافضل صراحه. وهي بمثابه بمعنى اعلان على الدخول في اطار استقلال المغرب. هذه الوثيقه هذه اللي ثلاث سنوات راه هي كانت رجعت لنا الحريه ديالنا، وحنا بهذا المجال هذا حنا رحنا فرحانين بهذا العيد هذا، وحنا دائما فرحانين به وفرحانين بالصحراء ديالنا. بعدا حنا خصنا تنستقلوا بذاتنا، عاد نشوفوا الاستقلال اللي كيهضروا عليه هما. تتمنى هذه الذكرى تلقانا في كل عام باحسن من العام اللي داز. هي ذكرى غاليه جدا، ومن حقنا نحتفلوا بها، لان احنا احرب بالاحتفال بالذكرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.